ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع دكتور دياب. اهلا بيك يا دكتور، شرفتنا اهلا بيك يا منى، ونورتنا النهارده بجد. بقى احييك على المقدمه القويه والجميله واللي لخصت حاجات كتير قوي ناس كتير كانوا عايزين يقولوها. يعني انا يعني اكتشفنا ان هي دي ربنا بعت لنا الكورونا ليه؟ علشان يعلمنا حاجه أكيد معينه. اكيد رساله وكلنا كده فهمنا الرساله واستوعبناها، وربنا يعدينا ويعافينا على خير يا رب ان شاء الله. طيب يا دكتور، في اسئله جايه لك بقى من الحلقه اللي فاتت، في بعض الناس سالوني بعض الاسئله وكاتبينها اهو، هنقراها مع تمام. بعض. تمام. طيب انا عايز اسالك سؤال الاول، اللي بيجي له الكورونا بيتعافى بيخف، يعني بيجي له مناعه ولا ممكن تجي له تاني؟ اللي بيجي له كورونا وبتخف، في فيروسات كتير قوي لما بتصيب الانسان، مثلا زي فيروس الحصبه في الصغر، فتدي حاجه احنا بنسميها سوليد اميونيتي، يعني مناعه صلبه، بحيث انها طول العمر ما يصابش حتى لو حصل تكرار عدوى بنفس الفيروس. لكن للاسف فيروس الكورونا ده اسمه فيروس الكورونا المستجد. ليه؟ كانت بدايته من الحيوان للانسان وبعدين غير نفسه وبقى بيعدي من انسان لانسان. فإلى هذه اللحظة ما نقدرش نقول إنه عمل مناعة مكتسبة قوية إنه تمنع الإنسان إنه يصاب تاني، لسه ما فيش تقارير لكده، لأنه مستجد الكلام ده هيبان أكتر قدام بعد اللي فعلا تم ربنا عليهم بالشفاء وتعرضوا للفيروس تاني وما جالهمش، فما فيش كلام علمي لسه مؤكد للمعلومة دي، لأ لسه ما تأكدتش نهائيا. طيب. إحنا معانا بقى شوية أسئلة الناس كانوا عايزين يعرفوا. أوكي. طيب ايه الجديد في اعراض فيروس الكورونا قبل ارتفاع الحراره والم الزور؟ ايه طيب هو الجديد دلوقتي؟ انا بس عايز انوه كده في 10 ثواني ان في اعراض كتير قوي احنا بنذكرها، او الناس بيفتحوا اليوتيوب ويشوفوا على السوشيال ميديا ويقروا ويسمعوا وبيطبقوا على نفسهم. انا عايز بس ايه نهدي الاعصاب شويه ونقلل الوسواس، لان الوسواس زاد قوي في الكلام ده. فكل عرض هقوله مش كل بالضروره ان واحد يبقى جاله صداع يبقى عنده كورونا، رش عنده كورونا الى اخره. بس الجديد اللي بيقال ان هو بيبقى فيه فقدان شويه لحاسه الشم وحاسه التذوق، فمش معنى ذلك بقى ان كل واحد شويه مش عارف يتذوق شويه. الحمد لله احنا كده مطمنين على نفسنا، الحمد لله احنا قاعدين بناكل مش كويس وبنشرب والدنيا تمام زي الفل، يعني مطمنين. فهي دي يعني حاجه جديده، مع طبعا هنوه من جديد ان هو ارتفاع شديد في درجه الحراره وجفاف في الحلق جامد وكحه وكرشه نفس شديده. مش مجرد رشح وعطس وزكام وخلاص يبقى انا عندي كورونا. يعني هي دي بس الاعراض المستجده اللي هي اصل هو انا عايز اكد ان هو مش فيروس برد. هو فيروس التهاب رئوي. ما هو احنا مشكله دلوقتي ان الناس فاكره ايه اول ما بيجي انه برد واحس بقى زوري كده، لا 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 زوري بيوجعني اهو يا جماعه وفي رعشه اهي، لا لا نهائيا، وتحس بعديها بقى كرشه النفس جت. مش عايزين نتوهم الاسباب كتير قوي، ان ندي الفرصه للمستشفيات انها تتابع وتشخص المرضى الحقيقيين، لان الاندفاع على المستشفيات طبعا التحليل بتاعه مكلف جدا بالنسبه للدوله. فعايزين نحاول يبقى فعلا نوفر او نوحد الجهود للمصابين فعليا وليس للموهومين. للمصابين طبعا. طيب اذا عندي سؤال تاني بيقول لك هنا، كيف يمكنني تحضير محلول الكلور؟ في حد عايز يعرف يحضر ازاي الكلور وللتطهير المنزلي، يعني عشان في ممكن ست البيت تعمل حاجه ظريفه جدا. لو جابت جيركن عادي اللي هو العشرة لتر، تملاهم ميه، تملاهم ميه وتفضي منها لتر، تمام. واللتر ده تملاه كحول، سوري كلور، يعني 10 يعني لتر، 10 لتر ميه، 10 لتر ميه تفضي منه لتر. اللتر ده 5 كوبايات اللي هي الكوبايه الصغيره ال 200 كلور. لو لقيت مثلا جيركن مكتوب عليه 10 لتر تملاه للاخر ميه، وتفضي منه 5 كوبايات منه ميه وتعوضهم ب5 كوبايات من الكلور كده. يبقى حصلت على محلول كافي انه يقعد معاه فتره طويله. يقعد معاه قد ايه بقى وما يفسدش؟ عشان سمعت لا لا يفسد، مش لا هيفسد؟ لا 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 يفسد مطلقا، يعني تعمل الجيركن ده وتقفله طالما ما اضافتش على اي اضافات خارجيه. ميه بكلور. يعني نجيب ازازه الكلور يا جماعه ونجيب 5 لتر 5 لتر 10 لتر 10 لتر ميه، وتفضي لتر منه وتعوضه بلتر كلور، وناخد منه ونستخدم وتستخدمه بقى، وهيكفي معاه فتره طويله لغايه انقطاع الازمه وما بعد الازمه كمان ان شاء الله. يا رب تعدي الازمه، تعدي على خير ان شاء الله يا رب تعدي. يعني مش عارفين هنوصل ايه. طيب امتى الشخص الحامل المرض يكون خطير على الناس؟
اكتر فتره الشخص بيبقى فيها خطير على الناس اللي هي فتره الحضانه بالنسبه للفيروس. اي ميكروب في الدنيا لما بيخش ما بيطلعش الاعراض في ساعتها، بيقعد فتره حضانه يتكاثر لغايه اما يوصل للدرجه اللي هي بتبدا يظهر الاعراض. تمام، يعني معنى كده انه معلش يا دكتور، فضل. معنى كده انه اللي تعبان ومش عارف هو ماشي بيعدي الناس. فتره الحضانه اللي هي من 4 ل 14 يوم اخطر فتره، لانه قاعد في وسط الناس حامل للفيروس وبينشر الفيروس وهو مش دريان واللي حواليه مش دريان. طب وفي الحاله دي نعمل ايه؟ يعني في الحاله دي يعني نعمل ايه؟ في الحاله دي نقعد في بيوتنا ونخلينا بالماسك. نقعد في بيوتنا؟ نقعد في بيوتنا. انا جايه في الطريق، انت شايف انا جايه قبل الطريق بقد ايه؟ 3 دقايق. تمام. نقعد في بيوتنا ايه؟ ده الطريق زحمه، ده مفيش حد مش في الشارع. ما ينفعش، انا برضو امبارح شايف بالنهار في بعض الخدمات كده مش قادر افهمها، عليها ضغط جامد رهيب وطوابير والتصاق وماكينات الاي تي ام شيء. لا 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 كده ما كده ما ينفعش. لا ما ينفعش خالص، محتاج، وخصوصا احنا قلنا الاسبوع ده اسبوع حاسم، احنا كده دخلنا من عنق الزجاجه ودخلنا في الزجاجه نفسها. احنا اسبوع حاسم جدا، لو اخذ ما اخذ الجد. يا هنبقى ايه اخر المستجدات في الكورونا يا دكتور دلوقتي؟ لا هي اخر المستجدات دلوقتي، انا ما اقدرش طبعا اتكلم على ارقام مش جهه مسؤوله، انما اخر المستجدات ان الحمد لله في بعض الحالات ابتدت تتعافى تماما، وان اكتر من 15 او 16% من الحالات الحرجه بتشفى، ونسبه الوفاه يمكن ما بتتعداش ال 4%، ودي الحالات اللي هي كبار السن او مناعتهم منخفضه. يعني معظم الوفيات في كبار السن اكيد، لكن الاطفال والشباب معدي. كل ما نبعد عن الطفوله الحقيقه نسبه الاصابه بتزيد، الحمد لله بفضل الله اطفالنا بعيد شويه، ربنا عالم بينا يعني وبيهم ان اطفالنا بعيد شويه، يعني حتى كل الاحصائيات بتقول ان كل طفل ما صغر بعد عن العدوى. طيب انا عندي بقى سؤال بجد من عندي انا. ايوه. اللي هو يعني احنا امتى الناس لسه بتنزل، الناس لسه بتتحرك، وفي منهم ناس تعبانين ومش عارفين، صح. يعني ماشيين ينشروا المرض ايا كان، ما مسك عمل حط مش عارفه ايه ده. طيب جه حد تاني واتعدى، وجه حد تالت واتعدى، وجه. طب ما احنا كده مش هنخلص. طبعا. طب هننتهي امتى؟ احنا كده هننتهي، مش الدنيا اللي هتنتهي. لا لا، الحظر لازم يعني يبقى مقنن وقوي. انت شايف ان الحظر يا دكتور المفروض يبقى كلي؟ هنيجي وقت هنحتاجه. ربنا يستر وما نحتاجوش، لان هو الاسبوع ده اللي نقول ينفك يا الحظر يبقى كلي، لان الاسبوع ده حاسم ليه؟ لان الاسبوع ده هو فتره الحضانه اللي احنا ابتدينا نقولها من حوالي اسبوعين، من ساعه ما ابتدينا نتكلم عليه في مصر. فتره الحضانه ابتدت دلوقتي تنتهي، اللي هي في ناس هتبتدي الاعراض تظهر عليها. تمام؟ والناس الجديده اللي اتعدت هتبتدي تبان برضه عليها الاعراض، فالاسبوع ده حاسم. يا اما تقل الفتره اللي نقول فيها الناس اتعدت فيها كميتها قليله، يا زادت، يا نبقى زي يا نبقى زي. في ناس يا دكتور بتبقى عارفه ان عندها الكورونا وقاعده وخايفه تروح عشان ما تدخلش الحجر الصحي. هو بصي انا عايزه انوه على حاجه، مستشفياتنا ما هياش دار تعذيب. لا هم بيحسوا ان هم رايحين. لا لا لا، بص انا اقول لك، بيجي لهم خيالهم ايه يا دكتور؟ بيجي لهم خيالهم ان هم هيروحوا الحجر هيموتوا وهيدفنوا واهلهم ما يعرفوش هم فين، تمام؟ وانتهى الامر على كده، ولا هيتصلى عليهم ولا يتعرف لهم طريق جره وخلاص. انا هقول اسوأ من كده، هقول لو انت شاكك ان انت تعبان وعيان وانت قاعد في وسط عيالك، هتعديهم ولا مش هتعديهم؟ هيعديهم طبعا. بالعكس، ده هو الافضل بالنسبه للواحد اللي بيحس ان هو مريض، ان هو يعزل نفسه. وبعدين باكد ما هياش دور تعذيب، ده هي مستشفيات، يعني جوه عنبر معزز مكرم، وبياخد وجباته وبياخد كل العلاج بتاعه. كويس ان انت توضح لهم كده، لان في ناس كتيره فاكره انه الحجر ده عباره عن مرحله تعذيب. الحجر مش لا، مش تعذيب الموت. مش تعذيب وغرف مغلقه بقضبان نهائيا. انا شفت على السوشيال ميديا جايين ياخدوا واحد من الناس الطيبه شويه دي، قالوا ابعد عني يا وفي بعض بنات شفتهم برضو تشخصوا بوزيتيف وصوتوا لا. أيوة. مش محتاجه دي خالص، بالعكس انا اتشخصت خلاص. يعني وسمعنا عن ناس وناس كتير ومشاهير بدون ذكر اسماء تعافوا تماما، بيخافوا طبعا. طبعا طبعا. ولو انا اكتشفتها في البيت وانا قاعده ماشي، مش هتقدري تكتشفيها. هو هتشك في الاعراض وتبتدي تروح الجهه المختصه وياخدوا المسحه، وبعدين هتطلع النتيجه كذا، هيتبلغ ان كذا فلان ايجابي، فهيقعد في العزل. العزل ده لغايه العزل ده على فكره من اول اخذ المسحه، يعني مش هاخد المسحه واسيبه. ليه؟ لان انا شكيت فيه. طالما شكيت فيه يبقى اخذت المسحه، لازم هيقعد في الحجر لغايه اما يطلع ايجابي او سلبي. ايجابي هيتحجز ويتعالج، سلبي هيمشي. ساعات لما يكون ايجابي بقى يكون هو ساعتها متاكد ان هو عدى اللي في البيت.
ما هو لو كانت عنده الاعراض وقالت، وده اللي انا هقوله، وقالت طبعا. ليه بقى؟ لان من ضمن التشخيص بتاعه هو ان شخص يجي له الاعراض وكان مخالط لشخص مصاب، او مخالط لشخص مشكوك انه مصاب. مشكوك انه مصاب، او يعني شخص جات له الاعراض وكان في بلد بره فيها منتشر، او كان في منطقه سياحيه فيها سواح فيهم. ده انا عايزه اقول لك، انا عرفت ان في واحد سايح مثلا من ضمن القصص اللي سمعتها، جه سلم على نص البلد يعني اتقابلوا بقى في الجامع وسلموا على بعض، عدا نص البلد تقريبا. بصي، نسبه العدوى او العدوى، القوه لو اقول بنقول قوه العدوى بتاع الفيروس دي، للاسف رغم ان هو فيروس بنقول انه هايف ملوش لازمه، لكن قوه العدوى بتاعته 100%. زي ما بشوف كده مثلا في اي مكان مزدحم، واحد فيهم موجود او الناس بتتكاتف او بتتزحم او بتتدافع لحاجه، لو في واحد قوه العدوى بتاعته 100%. يعني ممكن واحد موجود في عربه مغلقه فيها 100 فرد هيعدي ال 100 فرد. انت عارف، انا عرفت انه بره في ايطاليا بيخليهم لما يعني يصرحوا لهم بنزولهم بالعربيه هو واحد فرد بس في العربيه، يعني لو واحد ومراته لا مش هتنزل معاه. طبعا طبعا طبعا، ما تخلطهاش، ما تقعدش جنبك اساسا. نسبه العدوى بتاعته، مش احنا هنا لسه الميكروباصات والاوتوبيسات والدي، انا شايفه وانا جايه بص الناس يعني جميله جميله، وناس في الشوارع واقفين طابور عشان اللي يركبوا الميكروباص. لا 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 لا، والدنيا بقت يعني ما فيش اغلى من الصحه. لو تشوفي حضرتك المصاب ومدى معاناته بتبقى عامله ازاي، الواحد حتى احنا كاطباء اللي بنشوفها بنبقى مرعوبين، بس واجبنا لازم نفضل موجودين. يعني ربنا يعدي الوقت اللي جاي ده على خير عشان احنا كده يعني. طيب، في سؤال تاني، لو الشخص حامل الفيروس وعطس داخل اي مكان تمام في الفيروس، في الفتره دي في الفيروس هيبقى في الهواء او على ولا على اسطح؟ فتره بقاء الفيروس في الهواء بتاخد لها حوالي ساعتين. ساعتين. وبتنزل على السطح، بيتكلموا بقى اذا كان سطح املس زجاجي، اذا كانت ملابس، فيعني من 4 لـ6 ساعات بيفضل على حسب الماتيريال اللي نزل عليها الفيروس. لكن طبعا نسبه العدوى خطيره لو واحد موجود في مكان وعطس. يعني في بعض، في فيديوهات لو حضرتك شفتيها، العطسه لو هو ما كتمهاش في منديله او على كوعه او جوه هدومه، دي ممكن تنتشر حوالي 2-3 متر قدامه. تنتشر بالظبط 2-3 متر. 2-3 متر تجيب. اما احنا بنقول متر بس، واحد ليه بين الواحد والتاني؟ لا، متر ده للانسان العادي اللي هو في نفسنا، لكن اللي بيعطس بيطلع قذيفة وهتضرب اللي قدامه كمان، وهتبقى يا اكيد. لا لا، طب احنا كده، اما انا بقول لك احنا كده مش هنخلص. ما هو انا بقول على الزحمه اللي احنا فيها بره. اكرر تاني، العزل والماسك. ده ما فيش حد وانا جايه لابس. بص يعني انا المره الحلقه اللي فاتت انا كنت جايه لقيت الصراحه 2-3 لابسين، دلوقتي انا مش شايفه غير الشرطه هي اللي لابسه، الشعب الصراحه مش لابس، المرور لابس المرور لابسين، والشعب ما فيش حد لابس اي حاجه خالص. لا 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 بجد، انا يعني في يا جماعه يعني الشرطه مامنه نفسها والحمد لله، الشعب فين؟ ما فيش بجد، انا مش لاقي حد لابس اي حاجه يعني، مستغربه. رغم ان انا بقول ان على فكره ما هوش، قلنا مش ضروري الماسك اللي بيتباع لو حد مش لاقي، ده قطعه قماش اتربطت هتبقى كافية. اللي هي الفكرة على فكرة ما هياش قوي ان الفلتر بيفلتر او لا. يا ريت تقول للناس اللي مش عارفة تجيب الماسك لانه غالي وبقى ب15 يا جماعة 20. انا بقول قطعة قماش من في البيت تتلبس وتربطها لو ما لقيتش ماسك. تمام. وبيتهيالي اصبح متوفر كتير، اللي مش اللي مش عايز اتكلم، اللي عايز يروح اي مستشفى ياخد اي ماسك يا جماعة. طيب بدون تمام. بدون اعلان او دعايه ان يجي المستشفى بتاعتنا ياخد، اللي مش عارف يجيب ماسك يروح المستشفى يا جماعه، يجي لي نروح نديله الماسك بتاعه 2-3 ياخدوه. طيب، هنطلع لفاصل صغير يا دكتور، وهنرجع تاني ونستكمل بقيه حلقتنا. فاصل وراجعين. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع دكتور عبد العال. يا دكتور، انا دلوقتي مؤخرا لقيت حاجه غريبه جدا. الناس بدات يعني اكتشف، تخيلوا بقى ان الكلاب والقطط الحيوانات الاليفه دي ان هي بتعدي او بتنقل المرض. فلقيت بقيت ماشيه الاقي في كلب لولو صغير في الشارع، ولا قطه شيرازي جميله. ليه يا جماعه انتوا بتعملوا كده؟ يعني القطط والكلاب انا اعتقد، يعني هرجع لك طبعا في السؤال اللي انت جاوبني عليه، ان هم مش هينقلوا حاجه يعني، لانه حرام حرام. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ لا، هو طبعا فيروس كورونا المستجد كل الكلام اللي عليه ان هو انتقال من انسان لانسان مش من حيوان لانسان مطلقا. هو الفيروس القديم اللي قبل ما يحور نفسه ويبقى فيروس مستجد، كان يقال او يعني ان هو نتيجه بعض استخدام الصينيين لبعض الوجبات اللي فيها
الحيوانات الغير معهوده دي بالنسبه لنا احنا، وده الكلام اللي هو قيل يعني. انما هو ابتدى طور نفسه وغير نفسه، الانتشار السريع اللي حصل ده هو انه غير نفسه بحيث يملك القدره انه يتنقل من انسان لانسان. فلا ما فيش حد اتكلم في الحيوانات الاليفه ابدا انها مصدر للعدوى او نقل العدوى. ما فيش الكلام ده علشان الناس تبقى فاهمه. لا يا جماعه، ما فيش كلام اكيد من يعني ده. يطلع الكلب بتاعه او القطه بتاعته، انا مش عارفه ازاي يعني جالكوا قلب في الحته دي. ما فيش داعي للبانك قوي ان احنا يعني نيجي على مخلوقات ضعيفه لوساوس او كلام بيتنقل بالناس، ما طلعش بطريقه علميه خالص يعني. كويس ان احنا نقول لهم حاجه زي دي علشان يبقوا فاهمين الدنيا دي شكلها ايه. نرحم الحيوان ممكن ربنا يرحمنا شويه. بالظبط. طيب ايه اخر الكلام في انتقال الفيروس دلوقتي يا دكتور؟ بصي، هو كان كلام واحد ان هو باختصار ان هو عن طريق من انسان لانسان عن طريق الرذاذ، بس كان يقال احد الاكثر فيه ان هو عن طريق التلامس مع الاسطح، انه تقيل وبينزل وبعدين بيتنقل الواحد ياخده، وده طبعا دي طريقه. لكن الاكيد الاكيد طبعا في الفتره الاخيره ان هو ايربورن. يعني ايربورن؟ عن طريق الهواء. يعني عن طريق الهواء، مجرد الكلام من قريب، الرذاذ، العطسه، النفس. لا ثواني كده، ثواني. لا ثواني، لا في مسافه، في 3 4 متر. لا انا كده، لا ما انا كنت فاهمه. استنى بقى، عشان انا كنت فاهمه. أيوة. ان هو على الاسطح. لا دلوقتي انت بتقولي لا ده في الهواء. هو لا، على الاسطح بالمقام الثاني، بس في الهواء بالمقام الاول. وده الكلام طبعا ان هو اير بورن، يعني الواحد لو دخل اي مكان حتى لو في ناس جديده، سوري، وما يعرفهمش، واكيد مكان جديد لازم يخش يلبس، يبقى لابس ده. طبعا طبعا، لدرجه ان في بعض اقوال لو طلعت في البلكونه البس. طبعا مش للدرجه اللي كده، اللي انا عايز اقوله المصري كله جميل لبس دلوقتي. الحمد لله، نطمننا كده يعني. لازم كلهم كانوا يبقوا لابسين ماسكات. اكيد تمام. لا دي معلومه بالنسبه اصل جميل. الماسك هو مش ان انا مجرد ان انا بقى يعني مش بحمي نفسي بس، لا ده انا بحمي غيري. حتى لو انا حامل ومناعتي انا كويسه، انا منعت نفسي. منعت انا نفسي ان انا اذي حد، بالتالي ما اذيش بقيه الناس او يأذي اطفالي او عيالي. ما هي اصلها دايره بتدور. طيب يعني بالنسبه للوايبس، معلش يا دكتور، اتفضل. عشان زي ما قلنا ان الحاجات غاليه ويعني مش موجوده، يا ريتها حتى موجوده يعني. تمام. غاليه ومش موجوده. طيب الوايبس، في ناس بتعمل، تجيب الوايبس دهوت وتعمله من الجناب كده وتبتدي تحطه، ده كويس ولا لا بالنسبه للنفس؟ لا بيبقى فيه، لا 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 لا، انا ما اذيش نفسي. الوايبس فيها كيميكالز مهما كان، وفيها مطهرات. المطهرات مش مستحبه غير بعض المطهرات اللي تيجي على الجلد زي الكحول اللي بيطير. تمام. انما هل الوايبس دي فيها ايه؟ احطها على نفسي يخش فيها رذاذ ياذي النسيج المخاطي، وبعدين النسيج المخاطي بتاعي لما يتاذي يبقى عرضه ان الفيروس يجيله، لان دي مناعه موضعيه. لا، المنديل العادي، الكلينكس العادي، تمام، او الماسكات العاديه. لا، مش بالضروره الوايبس. وايبس ليه؟ طب يعني انا اخد دي ابل لها كحول واحطها دماغي، هدوخ وعسكر. يعني بلاش موضوع الوايبس، عشان في ناس كانت ابتدت تمشي في موضوع الوايبس. لا 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 لا، كنا احنا عملناه في العمليات من باب اولى. في العمليات لما ما بنستخدمش، ما انا بحس برضه فكره اني احط وايبس على يعني على لا 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 لا، ما انا هتكتم اساسا. لا اوفر 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 نهائيا. فيها ميه؟ لا لا نهائيا. الماسك ده هو ده كافي. الماسك ده بدون ما يتحط عليه حاجه خالص. بس يوفروه الاول ويرخصوا سعره، عشان هم يعني مش عايزين يتفضلوا عندنا في المستشفى وبكرر وياخدوا. اهو يا جماعه، يعني اللي مش لاقيه يروح مستشفياته وياخده بقى. طيب تاثير بالنسبه للست الحامل، لانه تاثير الموضوع الكورونا على الست الحامل احنا ما اتكلمناش عليها دي قبل كده خالص. تمام تمام. طب دي يا عيني دلوقتي واحده حامل وكانت لسه فرحانه ان هي هتجيب بيبي ومش عارف، وجت بقى في عصر الوباء، تعمل ايه؟ في بعض الاصابات الفيروسيه اللي كنا بنقول فيها ان وجوب الاجهاض الطبي في الفتره الاولى، لكن فيروس الكورونا مش من الحاجات اللي ذكر فيه انه ممكن ينتقل للجنين، او حتى الام المصابه انها ممكن لو استخدمت وسائل الاحتياطيه انها تنقله للجنين او للرضيع بتاعها. ما فيش الكلام ده خالص. مش هيتنقل؟ لا، لم يثبت الى هذه اللحظه. يعني ده يعني بدنا نطمن الستات الحوامل ان هو موضوع ان الطفل هيتنقل له الفيروس او كورونا حتى لو هي عندها يا دكتور. ما فيش كلام مؤكد، عشان لو في كلام مؤكد هو اننا لو في ام مصابه ونزل منها طفل بلاقيه مصاب، ودي ما حصلتش الى هذه اللحظه، فما فيش كلام مؤكد، لان عشان يبقى كلامنا علمي مظبوط، ما فيش كلام مؤكد ان الفيروس ده بيعدي للطفل او ان الام ممكن انها تعدي رضيعها.
تمام. يعني هنا لو جه الام مثلا لا قدر الله وهي حامل ومثلا في اعراض مش حلوه مش وهي طفل هنقول مثلا انه في الشهر التاسع، لا مش من ضمن الحاجات اللي بتتسبب في ايه الاجهاض الطبي، لا مش هيعمل له اجهاض بس لا ممكن لا. ينزل البيبي سليم وهي هي بس اللي تعبانه. اه طبعا اه طبعا، يعني دي 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 فصل كده ما ده اه من رحمه ربنا. بقول لحضرتك ان الاطفال كل ما بيصغروا كل ما يكونوا بعيد عن الاصابه بفيروس كورونا. مع ان الطفل الصغير يا دكتور بحس انه مناعته ضعيفه، يعني ملوش ذنب في عمايلنا اللي احنا عملناه. فربنا ربنا منزله حميم من عنده. دي لو شفت حضرتك الاحصائيات كلها هتلاقي ان الطفل كل ما صغر في السن بعيد عن الاصابه ومضاعفات الكورونا. يعني من فضل ربنا. حلو حلو، ده ربنا بيحبه يعني بجد، ده ربنا بيحبه جدا. انا قلت ان الطفل بينزل، انا بعرف ان هو بيبقى مناعه تقريبا واحد اتنين. لا لا بالعكس، الطفل بيبقى مولود برحمه ربنا في المناعه اللي ما فيش في الكبير، لانه بيبقى نازل واخدها من امه كامله. طبعا يعني هو بيبقى واخد المناعه اوريدي من مامته ومن والدته ونازل بيها. الفتره الاولى بيبقى ربنا مديله مناعته اوريدي. طب كويس يا جماعه، طمنوا طمنوا الاولاد، الاطفال كلهم تمام، احنا كده اطمنا على كل الاطفال، محدش يقلق عليهم خلاص. هينزلوا في مناعه، الام بقى هي اللي تخاف على نفسها. طبعا. طيب ايه الجديد في مجال وقايه من الفيروس يا دكتور دلوقتي؟ الجديد ارخص حاجه في الدنيا الميه والصابون. انا عايز بس نشوف، لو احنا شفنا الفيروس نفسه، الفيروس لو شفتيه عاملين له راديكالز كده، مستقبلات وحاجات طالعه منه. حتى في بعض الافران عملت بعض المخبوزات على شكله اسمها كورونا بالشوكولاته وحاجات كده. ياه بجد. تمام. فالمستقبلات دي هي عامله بالظبط، عارفه زي ايه؟ عارفه الطفل اللي بيحطها في في المسدس البلاستيك دي وبيعملها فبتستك في في الازاز او الحيطه. فهو دي اللي بيلزق فيها، المستقبلات اللي عليه اللي بيلزق فيها على الجلد. المستقبلات دي مستقبلات ليها تركيبه معينه اسمها قطبيه، ليها قطبين ثنائيه الاقطاب. دي من الحاجات اللي زي بالظبط لما يجي على ايدك نقطه زيت وتقدري تغسليها بالميه والصابون. ميه بس مش هتنزلها. الميه والصابون كافيه انها تخرب المستقبلات اللي على جدار الفيروس ويسيب الجلد غصب عنه. بس فترة قد ايه؟ 20 ثانية كاملة، يعني مش همسك انا الصابونة واقوم عامل كده. يا دكتور احنا وصلنا لمرحلة بنغسل الصابونة بالصابونة، صدقني انا بقيت بخاف دلوقتي. لا لا لا، انا مسكت الصابونة، مسكت الصابونة وفتحت المية، احط الصابونة تحت الحنفية كده لحظة عشان لو عليها رغوة من حد قبلي، رغم ان هو مش حي يعني الفيروس مش هيستحمل يقعد. وهغسل ايدي تماما، اشطف الصابونه تاني وحطيتها في الصبانه بتاعتها 20 ثانيه كامله. 20 ثانيه اه، اصل انا مش همسك كمان لنفس الساعه، لكن هي الواحد كده بالوايم نص دقيقه، نص دقيقه مش هيجرح. بالنسبه للحاجات اللي بتيجي من السوبر ماركت. أه. تمام، نزلنا بقى السوبر ماركت وجبنا حاجات. طيب. ومش عارفه ايه. يعني انا عن نفسي بقى نرش في كحول. يعني بمسك ازازه الكحول ارش ارش. طب ما في حاجات مش هتنفع تتغسل، في ناس بتغسل حاجات لو نعرف نغسلها. زي اكياس مثلا مكرونه، اكياس الشعريه، علبه اللبن من بره. لا بصي هقول لحضرتك حاجه، انت بمنتهى البساطه لو انت شاكه في العلبه بتاعه اللبن. انا شاكه في كل، انا كل حاجه أوكي. بجيبها يا دكتور صدقني، كل كحول ورش. اوكي، قطنه بكحول مثلا ومسحتي على الغطا وسبتيه يطير وهتفتحي هتصب في كوبايتك. انا بقى اللي بيمسك احنا مش بنمسكها من، احنا بنمسكها من العلبه يا دكتور وبنصب كده. بصي انا دخلت سوبر ماركتات في الفتره الاخيره لقيت عندهم حاجه حلوه جدا. ايه؟ ان هو من على الباب بيديكي فردتين جوانتي. في ناس ما بتلبسهاش. لا مستحيل. انا لدرجه قلت له انا هشتري حاجه واحده، هات فرده واحده عشان اوفر له. قال لي لا لا يا فندم نلبس اثنين. فرحت بيه ولبستهم. تصدق بايه؟ تصدق بايه من قريب؟ يعني لسه من كام يوم نزلت انا خدت ولبست عادي. أه. ولقيت الناس خدت ماشي. وحطها في ايديها وماشيه. طب يا بقى دي بقى، رحت قلت لها يا طنط لو سمحتي البسي وانت علشانك يعني عشان احسن تتعدي يعني قلت لها ليه؟ احسن انت تتعدي يا بنتي، سيبيها على الله، الناس بتمشي سيبها على الله يا دكتور. هو طبعا يعني في بعض حاجات هتجيبيها حضرتك من السوبر ماركت مش هتحتاج الكلام ده كله، اللي هي هتنزل الميه وتتغلي زي المكرونه والمأكولات اللي بتتغلي دي. انا مش بخاف من المكرونه نفسها. انا بخاف من الكيس بتاع المكرونه، احسن يكون حد كان مسكه. افتحيه وحط المكرونه بتاعتك. تمام، في الحله في المايه اللي بتغلي. وارميها في الباسكت واغسلي ايدك. ما انا ممكن اعمل ده كله واروح عامله كده. لا ما انت قبل، لا لا قبل ما قبل في ساعتها بعد ما بتعمليها بعد ما بتهندل اي حاجه بتغسلي ايدك. ده الجديد اللي انا بقوله، جديد ارخص حاجه في الدنيا.
لا اتكلمنا اهو في كلور ولا في كحول ولا ارخص حاجه في الدنيا صابونه عاديه مش ملهاش اي مسمى، اي صابونه تمام، غسلت ايدك 20 ثانيه نص دقيقه او اقل شويه، هي نص دقيقه نص دقيقة تمام، غسلت كويس تحس الواحد ان ايده نطفت تماما وشطفها تحت الميه. صدقني احنا بندخل نغسلها في اليوم عندنا دلوقتي ايه 45 مره 95 مره حاجه كده يعني، والله ما بنعدش بص ما بقاش بنعد. الوسواس متعب لكن أوي. في الفتره دي أوي. في الفتره دي نستحمل وساوسنا شويه. المشكله بقى مش في الناس اللي قاعده في البيت، المشكله مش في دول يا دكتور، المشكله في الناس اللي تحت. ما هي الناس اللي قاعده في البيت التزمت بالبيت وقاعده، وفي ناس صدقني قاعده بال20 وال25 يوم لغايه دلوقتي للامانه تمام. طب الناس اللي تحت اللي بتتمشى وعايشه حياتها وبتخرج تمام، هيجوا الناس اللي في البيت ينزلوا تمام، هيعملوا ايه؟ طب هيتعدوا. لا ما هو ده بقى احنا كده بنتحبس، جزء بيتحبس وجزء بيتفسح. ده دور بقى القانون وتطبيقه ان هو بيسري تماما. يعني انا بتضطرني ظروفي انزل المستشفى بالليل في حالات الطوارئ فاصله الحظر، بيبقى المساله مش سهله، يعني لازم اقف في اللجنه واطلع له الكارنيه واقول له انا سبب رايح فين، مش نازل مش طبيب نازل اتفسح، انا رايح مكان شغل. فده دور القانون، لازم الموضوع يؤخذ بجد وصرامه شويه، لازم ده 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 مصير 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 مش مصير مجتمع بس، ده مصير العالم كله. انا برضو ارجع تاني انا حاسه ان احنا هنحتاج حظر كل الوقت الجاي. لو الاسبوع ده الاحصائيات اخر يعني سائد ما هي بتزيد يعني، انا متابعه برضو 45 84 34 نسبيا 54. نسبيا نقدر نحكم عليها، هي النسبه مش كبيره بس انا عايزه اقول حاجه يا دكتور معلش، ما هي النسبه دي اللي بتتقال على اساس ايه؟ على اساس الناس اللي راحت كشفت صح؟ ايوه. طب ما هي الناس اللي ما راحتش كشفت ده كتير. انا فاهم قصدك فاهم قصدك فاهم قصدك، اللي هي الحالات فعلا اللي ما تشخصتش، اللي هي اختفت او خافت انها تروح الى اخره تمام، بتبقى محسوبه يعني، بتبقى محسوبه. زمايلنا اللي بيشتغلوا في مجال الاحصاء واداره المستشفيات بيبقوا حاسبينها، حاسبين ان هو لما بيجد رقم قدامه معين فاذا في رقم اخر مختلف. اصل الناس شايفه انه لو التعداد 54 مثلا دلوقتي انا اخر حاجه سمعتها كانت 54 مصاب ومش عارفه اربع وفيات حاجه زي كده، دي كانت اخر حاجه سمعتها تمام. لو انا سامعه كده طب ما هو الدنيا كويسه، ده احنا غير الناس الثانيه الوف يعني، يقول لك 3000 وفي 1000 مات. النفس نفس غاليه حتى لو واحد يعني، النفس غاليه لو واحد يعني، لما بيتوفى مريض واحد في مستشفى بتبقى المساله محزنه. لا ده انسان، ده بشر. لا حتى لو كانت الرقم قليل فهو بشر. نعم بيقول ده صدقني، انا لو انا نازله جايه دلوقتي بدات احس ان احنا غلط، مش بدات احس كده المجتمع هو صح وانا اللي غلط، باين هو يا جماعه ما فيش كورونا، طب قولوا لي، طب انا غلط. طيب انا عايز ارد السؤال ده، انا السؤال ده اتسالته واتسالناه على الهوا لو تفتكر. أيوة. المره اللي فاتت انا مش شايف ان في مدخلات تليفونيه، مش عارفه سمع معايا السؤال ده اللي اتسالناه الاسبوع اللي فات، لما واحد قال ما فيش كورونا انا متشكك ان في كورونا. طيب ما احد اساتذتنا وزميل ليا الله يرحمه توفى من 3 ايام يعني انت ليك زميل توفى بسبب الكورونا؟ ايوه وزوجته زميله ومصابه وبنتها بنتها مصابه ومحجوزه. بجد الموضوع جدي لما يبقى استاذ الله يرحمه استاذ باثولوجيا اكلينيكيه ويصاب واصيب وهو بيسحب عينه من عينه من مصابه طبعا. الدكاتره دول بجد الله يكون في عونهم، ربنا يستر علينا والله، ربنا يستر علينا، صعبانين عليا قوي. معلش لا ان شاء الله هتعدي على خير، ربنا يفرجها ان شاء الله. لا بس باينت دلوقتي يعني، بص اقول لك حاجه، مجتمعنا كان دايما باصص لحاجه معينه اتجاهات معينه، دلوقتي لا، لقينا ان دلوقتي اهم حاجه هو الدكاتره. يعني احنا محتاجينكم يا جماعه دلوقتي تلموا الدنيا. والله ما فيش حد في المجتمع مش مهم، لان هي شبكه وكلنا ماسكين في ايدين بعض والسلسله بتوصل في بعضها. بس حاليا انما طبعا هو الطبيب طبعا 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 انا سمعت هو المستشفيات اتقفلت وظهر اتقفلت علشان اللي هو الكورونا. معانا تليفون، ثواني يا دكتور. طيب في تليفون يا ريت كويس. اسمها ايه؟ ريهام. ايوه ريهام اوكي. ايوه ريهام اهلا، اتفضلي حبيبتي، اتفضلي معاكي، اهلا بيكي. ممكن بس استفسر عن حكايه فيروس كورونا ديت، عامله لنا رعب شويه اليومين دول. عامله لنا كلنا، احنا بقينا عايشين دلوقتي في حاجه اسمها، انا تقريبا بصحى الصبح من الصبح لبالليل ما بتفرجش على حاجه غير على كورونا.
ما فيش. والله صحيح، بس مش عارفين هتنتهي امتى ان شاء الله، ومش عارفين. ادعي وانت قاعده، بس ادعي وانت قاعده وصلي وهتنتهي. دي اول حاجه. سؤالك بقى للدكتور ايه؟ والله عايزه استفسر بس عن الكحولات والحاجات دي، وحكايه الكلور دي يعني حلوه ولا مش حلوه؟ طيب بص يا استاذه ريهام، طبعا الكحول من المنظفات او سوري من المطهرات الاساسيه اللي هي بتستخدم في تطهير الجلد. لو عندك كحول 70 فطبعا تدليك الايد بيه كذا مره في اليوم، مجرد ما تتلامسي او تسلمي على اشخاص او تلمسي اي اشياء، 70% للجلد كويس. وانا قلت من شويه الكلور برضو من المنظفات اللي بتنظفي بيها الاسطح والارضيات بنسبه حوالي 10%. قلت لحضرتك لو جيركن 10 لتر بتفضي منه لتر ميه وتزوديه لتر كلور، ده يبقى كافي انك تستخدميه فتره طويله. تمام. معانا تليفون تاني يا دكتور. ندى من القاهره. قطع معلش يا دكتور. تمام. يبقى احنا كده عرفنا احنا هننظف ازاي ونعمل ايه عشان الموضوع ده. يعني انا عن نفسي بقول لك انا بجيب الحاجه من السوبر ماركت ببقى خايفه، مش هقول لك لا، ببقى خايفه. معلش يا دكتور. أوكي. في مدام امل. ايوه. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. بقول لحضرتك ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور، معاكي. معاكي اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي 55 سنه. تمام. وعندي اصلا من زمان حساسيه في صدري وكده، باخد البخاخه، ممكن اقول اسمها ولا مش مهم؟ لا مفيش داعي، عارفه. اتفضلي. طيب ماشي. فبقول لحضرتك انا باخدها على طول يعني، ففي الفترة دي من يوم اللي هو الفيروس بتاع كورونا وكده بحس بقالي 3 أيام كده عندي إسهال. مرة واحدة كده من غير سبب، وبتجيلي حاجة زي ما يكون يعني في صدري كده مش عارفة آخد نفسي من جوه. فاهم حضرتك؟ يعني من جوه كده مش عارفة آخد نفسي. تمام. مش عارفه اطلعه كده. في ارتفاع في درجه الحراره؟ بس ساعات يبقى فيها تزييقه، وعندي الجهاز حضرتك مفيش بقى السخونيه، كل ساعه طبعا بقيس الحراره مفيش سخونيه ولا في حاجه. هل يا ترى ده اعراض كورونا ولا ايه حضرتك؟ ان شاء الله. لا بعد الشر عنك. طيب انا انت فتحتي برضو موضوع مهم جدا هو. طيب هناخد بس اتصال ونجاوب الاثنين مع بعض يا دكتور عشان ندى راحت ورجعت. اوكي. تعالي يا ندى. الو ندى معانا؟ الو. ايه؟ ايوه. الو. ايوه ندى. كنت سمعك. عايز اسال الدكتور بس، هو الفيروس بيجي لكبار السن ولا صغار السن؟ الدكتور كده احنا معانا السؤالين. خلاص ميرسي. شكرا يا ندى. ندى بتسال على الفيروس بيجي لكبار السن ولا صغار السن. هو الفيروس بيجي لاي حد، كبار وصغيرين. بيصاب بيه الكبير والصغير. لكن طبعا اعراضه بتظهر حسب زي ما قلنا، كل ما يكون السن اكبر او المناعه اقل طبعا الاعراض بتظهر اكتر، لكن هو بيصيب كل يعني بدون شك. طب عايزين نجاوب على كانت مدام اسمها ايه؟ مدام امل كانت بتتكلم بتقول انها مريضه صدر وحساسيه بقى لها فتره وبتاخد بخاخات معينه. طبعا في الغالب البخاخه دي موسعه شعب ومضاده للالتهاب، كورتيزون مثلا الى اخره. دي برضو لازم تكون احرص من غيرها. واحنا قلنا ان في ان هو الفيروس ممكن 80% يجي ويروح من غير ما حد ما يتشخص، او مجرد الكحه وشويه حاجات بسيطه ويعدي. بس الناس اللي هم اللي بيسموهم هاي ريسك او العرضه، زي اللي عندهم مشاكل في الصدر او بياخدوا كورتيزونات، فدي انت تبقي احرص. لكن ما تقلقيش ما تخافيش، اللي عندك جزء شويه من المشاكل بتاعتك الكحه العاديه، حتى الكحه اللي حضرتك كحتيها وانت على الهواء مش هي خالص، دي كحه بسيطه. طالما ما فيش ارتفاع في درجه الحراره ما تقلقيش. لكن انت بتشتكي ان في اسهال، لا الاسهال ده ملوش علاقه قوي بالموضوع ده، ما تتوهميش. لو تكرر قصه الاسهال توجهي لاي طبيب يفحصك، والف سلامه عليك. للاسف يا دكتور الحلقه معاك خلصت بسرعه جدا، والناس كلها عايزه تعرف هنعمل ايه الوقت الجاي والدنيا هتبقى ماشيه ازاي. الوقت الجاي احنا في اسبوع حاسم. اسبوع حاسم جدا عشان ما نقولش حظر كامل. انا اقدر اقول 3 4 ايام مش اسبوع. احنا في نصه. نتمنى ان احنا قبليها هنعلن ونسمع اخبار حلوه ونقول يا جماعه هنفك الحظر، او لا قدر الله نبقى حظر كامل. هيعتمد عليا يا جماعه، هيعتمد على ارجوكم التزامكم بالاجراءات الوقايه
والقعده في البيت، القعده في البيت، الزم بيتك من فضلك واستخدم الماسك لو سمحت. ادينا عرفنا يا جماعه المفروض نعمل ايه. يا ريت اللي مش لازم ينزل، اللي مش ضروري ينزل، اللي نازل يتفسح واخد ولاده ومراته وشفتها كتير في العربيه ورايحين تقريبا يزوروا بنت خاله ابن عم مش عارفين مين، عاملين حله محشي، بلاش الكلام ده يا جماعه. خلوا القعدات والاكلات والعزومات بعد ما نخلص من موضوع الكورونا. للاسف خلصت حلقتنا النهارده، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. انتظروني في حلقه جديده ان شاء الله. سلام.